كما على بالكم القضية اللي راهي شغلة الرأي العام العالمي واللي غزات مواقع التواصل الاجتماعي هي سقوط طفل ريان الذي لا يتعدى 5 سنوات في بئر مظلم وموحش لوحده. وش اللي خلى المواطن الجزائري يتعاطف مع هذه القصة سقوط الطفل في بئر، وهي أنها نفس القصة التي حصلت مع العياشي رحمه الله الذي سقط أيضا في بئر ارتوازي. كما على بالكم أيضا مشاهدين بأن الطفل ريان راه في بئر يتعدى 32 متر مرتكزا فوق صخرة، ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد وهذا الأثر النفسي الذي يلاحق كيانه. طفل ريان لحد الآن ولأكثر من 40 ساعة بقي بدون أكل أو شرب مع نقص الأكسجين. ولكن الشيء المفرح في هذه القضية الحزينة هو أن عملية الحفر متواصلة لحد الآن، وستبدأ من مسافة 32 متر عموديا وتصعد أفقيا حيث يوجد الطفل، ويتوقع أن تنتهي هذه العملية في الساعات القادمة القليلة.